وخلينا نشوف النهاردة هل فعلا في مشاكل وفي عنصرية في شوارع اسطنبول. ويا صباح الفل من اسطنبول. طبعا انا بسجل الفيديو ده وعارف ناس كتير هتدخل ممكن تشتم، تكتب تعليقات سلبية، خاصة بعد يعني الحاجات اللي بتنتشر على السوشيال ميديا خلال الفترة الاخيرة عن تركيا وعن السياحة في تركيا. فحابب خلال فيديو النهاردة انقل لكم الواقع كما هو. انا شخصيا في حياتي مش بحب المبالغة سواء بالايجاب او السلب. حابب خلال فيديو النهاردة اخد معاكم جولة في الشوارع في الاماكن السياحية، نشوف الوضع الحالي في الحقيقة وفي الواقع عامل ازاي. وبسم الله الرحمن الرحيم هبدأ جولة النهاردة من منطقة ميدان تقسيم، موجود حاليا في شارع استقلال. زي ما قلت لكم يعني الهدف من الفيديو ان انقل لكم الواقع كما هو. انا شخصيا مش بحب المبالغة زي ما قلت، انا مش بحب الناس اللي تفضل تقول تركيا جنة الارض والحاجات دي، ولا احب ايضا الناس السلبية قوي اللي بتفضل تبالغ شوية في الحاجات السلبية الموجودة. تركيا في رأي الشخص يعني زي اي بلد في العالم فيها ايجابيات وسلبيات. الاتراك زي اي شعب في العالم فيهم الجيد فيهم السيء فيهم المتعلم المثقف وغير المتعلم. بكل صراحة يعني انا شخصيا من خلال التعليقات اللي شفتها على الفيديوز الاخيرة انا توقعت مثلا ان فعلا في مقاطعة للسياحة او ما عادش موجود سياحة عرب في اسطنبول، لكن الواقع زي ما انتم شايفين يعني الحياة طبيعية تماما. سامع ناس بتتكلم عربي حواليا في كل مكان. فزي ما بقول لكم دايما يعني تركيا زي اي بلد في العالم فيها الايجابي وفيها السلبي، اكيد بيحصل فيه يعني بعض المواقف السلبية، لكن في كل احوال التعميم مرفوض تماما. بلد عدد سكانها في حدود 85 مليون نسمة، في تنوع ثقافي يعني كبير جدا في تركيا. شعب يعني تقريبا 50% منه ممكن عاداته وتقاليده مشابهة لعاداتنا وتقاليدنا العربية، 50% بيعيش حياة اقرب للثقافة الغربية. فالتعميم مرفوض تماما يعني ده رأيي الشخصي. لسه مستكمل جولتي في شارع استقلال، بحاول كده اكتشف معاكم الاجواء الحالية في اسطنبول. واعتقد وانا بتمشى يعني خلال الفيديو هتشوفوا ناس حواليا لابسة نقاب من لابسة حجاب، الامور يعني بتسير بشكل طبيعي تماما. انا فعلا بنقل لكم الواقع. انا عارف ناس كتير هتدخل تشتم واتهموني ان انا منافق او دافع لي فلوس مثلا عشان اجمل الصورة، لكن والله العظيم يعني هي دي الحقيقة. انا شخصيا مش مستفيد من السياحة في تركيا، ما عنديش مكتب سياحي او بشتغل في شركة سياحية. انا شخص مهندس اصلا في احد الشركات، ماليش علاقة اطلاقا بالسياحة، بنقل فقط تجربتي في السفر سواء في تركيا او في اي دولة اخرى بزورها. خليني كده نقل لكم جانب من الاسعار حيث اللي بيخطط يزور تركيا او اسطنبول. هنا مثلا المطعم ده اسمه سيتي دونر، عاملين عرض زي ما انتم شايفين، وجبة الشاورما اللحم مع البطاطس ومشروب العيران ب 160 ليرة، شاورما الدجاج ب 120. وكالمعتاد يعني بصور مفيش حد بيقول لي حاجة او بتكلم عربي، واكيد هم فاهمين ان انا بتكلم عربي. لان في احد التعليقات كان حد قال لي حاول تتكلم عربي في الشارع وهتشوف ايه اللي هيحصل لك وكده. انا بقالي 5 سنين بتكلم عربي في شوارع اسطنبول، الناس بتعاملني باحترام عادي طالما انا محترم معاهم وبعملهم بشكل جيد. على فكرة موجود هنا في شارع استقلال محل او ماركة ملابس اسمها تشيتين كايا، اللي هي باللون الازرق الامامي. الاسعار فيها بتكون مميزة جدا، بيكون دايما في اوفرز كتير.
انصحكم تزوروها لو حابين تشتروا ملابس باسعار جيده، اسمها تشيتن كايا. انا ملاحظ محلات كتير على فكره بداوا يعملوا الاندرم او التخفيضات على الملابس الكوليكشن الصيفي. يعني اغلب المحلات كاتبين كلمه اندرم زي ما انتم شايفين. طبعا الصيف يعتبر هو موسم السياحة في اسطنبول او في المدن التركية بشكل عام. اعداد السياح فعلا بتكون كبيرة جدا هنا في تركيا. انا شخصيا مش بحب الصيف، مش بحب حتى ازور اسطنبول خلال شهور الصيف بسبب الزحمة. لكن يعني لو حد بيخطط يزور اسطنبول خلال الفترة القادمة، اعتقد مع بداية شهر سبتمبر الجو بيتحسن كتير. شهر اكتوبر ونوفمبر الجو بيكون مناسب جدا مثالي للسياحة. كالعادة الترام التاريخي في وسط شارع استقلال، استخدمته مرة واحدة في حياتي، ممتع بصراحة. تركب الترام وتتفرج على المحلات والناس اللي ماشية. وخليني وانا بتمشى اقول لكم سعر الدولار في تركيا حاليا. امامي حاليا احد الصرافات زي ما انتم شايفين، الدولار ب26.4 واليورو ب28.5. السعر قل خلال الاسبوع الحالي، يعني قيمه الليره ارتفعت شويه. ودلوقتي هتمشى لغايه نهايه شارع استقلال، وبعد كده اتوجه الى منطقه برج جلاطه نشوف الاجواء هناك عامله ازاي. دلوقتي وصلت لمنطقة برج جلاطة. كالعادة عدد كبير جدا من الزوار في المنطقة. خلينا نشوف سعر او تذكرة صعود برج جلاطة كام ليرة حاليا. مكان زحمة جدا زي ما انتم شايفين. موجود زحمة كبيرة جدا على شباك التذاكر، لكن شفت سعر التيكت او التذكرة حاليا 650 ليرة للسياح. زي ما انتم شايفين يعني هنا بداية الطابور، مدخل البرج لسه قدام. انا بصراحة ما عنديش استعداد اقف او انتظر ممكن نص ساعة او اكتر عشان اطلع او ادخل البرج. منطقة برج جلاطة فعلا منطقة جميلة جدا، لكن المشكلة اللي بواجهها دايما الزحمة الموجودة هنا. الناس كلها بتيجي تتصور قدام البرج او بيزوروا البرج نفسه، بيقعدوا في المطاعم والكافيهات المحيطة بالبرج. الفيو بيكون حلو جدا لكن زحمة مزعجة بصراحة. اعتقد مش محتاج اوصف لكم المشهد. دلوقتي هغادر منطقة برج جلاطة. زحمة جدا بصراحة، مش بحب الأماكن المزدحمة.
استكمل جولتي. اتوجه حاليا الى منطقة كاراكوي. طبعا جولة النهاردة بالكامل في الجانب الاوروبي من اسطنبول. وحاليا وصلت لمحطة ترام منطقة كاراكوي. هستخدم الترام حاليا واتوجه الى منطقة ساركيجي او مينونو، لسه مش محدد بصراحة هنزل في اي محطة. قررت انزل من الترام في محطة مينونو. خليني القي نظرة على منطقة الاسواق هنا والسوق المصري كمان. موجود هنا في منطقة مينونو مسجد جميل جدا اسمه يني جامع، او المسجد او الجامع الجديد. انصحكم تزوروه خلال تواجدكم في مينونو. صوت القرآن جميل جدا ما شاء الله. خليني اتوجه الى السوق المصري. موجود حاليا امام مدخل السوق المصري في اسطنبول. يمكن الاسبوع اللي فات كنت موجود، يعني صورت فيديو حتى في نفس المكان هنا، ودخلت السوق مشيت شوية في الاسواق اللي هي الشعبية الموجودة في مينونو. لان بكل صراحة من خلال التعليقات على اخر فيديو بالتحديد حسيت ان كان في حرب اهلية مثلا في شوارع اسطنبول، او بيتم الهجوم على اي سائح عربي او شخص عربي موجود في الشوارع. لكن زي ما انا شايف يعني حتى سياح عرب امامي حاليا الامور طبيعية. يعني زي ما قلت في بداية الفيديو في اكيد ايجابيات وسلبيات، ممكن بعض المواقف السلبية بتحدث، لكن التعميم مرفوض. على فكرة اغلب الشباب اللي بيبيعوا هنا في المحلات من جنسيات عربية، في مصريين كتير. انا شخصيا اكتر من مرة قابلت حد مصري هنا شغال في المحلات في السوق المصري. اجمل حاجة داخل السوق المصري الريحة، ريحة البهارات بتكون ممتعة جدا جميلة جدا. هنا انواع كتير جدا من الشاي، شاي بالياسمين ده منتشر جدا اسمه ريلاكس تي، لاف تي، مش عارف حاجات كتير جدا يعني ديتوكس تي. الريحة قوية جدا. عامة زي ما شايفين يعني السوق المصري كالمعتاد زحمة جدا، مكان سياحي طبعا مشهور في اسطنبول. اسعار فيه ممكن تكون مرتفعة شوية لكن يستحق الزيارة. لو مش هتشتري على الاقل ممكن تتفرج على المنتجات المعروضة. وطبعا يعني كالمعتاد الاسواق الشعبية هنا في مينونو يعني مزدحمة عن اخرها، سواء بالاتراك او السياح من جميع الجنسيات. زي ما انتم شايفين الزحمة. وحاليا هتوجه من منطقة السوق المصري منطقة مينونو منطقة الجامع الكبير او الجامع الجديد اللي هو اليني جامع. هتمشى لغاية منطقة ساركيجي، مشى فقط تقريبا 5 دقايق. ساركيجي قريبة جدا من مينونو.
المنطقة هنا كل ما اجي فيها الاقيهم بيصوروا لقاءات مع الناس في الشوارع. يمكن الفيديوهات اللي انتم بتشوفوها على السوشيال ميديا بتبقى متصورة هنا الناس اللي بتهاجم العرب والحاجات دي. فانا وجهة نظري الشخصية وقناعاتي يعني الشخصية ان تركيا زي اي بلد في العالم، فيها الناس المتعلمة المثقفة اللي فاهمة يعني ايه سياح واهمية السياح، فيها الناس الغير متعلمة اللي بيكون يعني تفكيرها على قد زي ما بيقولوا. فاكيد في اللقاءات اللي بيعملوها في الشوارع، لو واحد عقلاني واحد بيتكلم كلام منضبط مش هيزعوه، هيزعوه فقط الحاجات اللي تعمل مشاهدات عالية، اللي تعمل إثارة للرأي العام. لكن على أرض الواقع يعني أنا من بداية الفيديو لغاية دلوقتي الحياة طبيعية تماما، وأنا بشكل شخصي يعني بقالي تقريبا 5 سنين في تركيا كمقيم يعني هنا بشكل دائم. تجربتي طبيعية يعني إيجابية، ناس كتير بيساعدوني، عندي أصدقاء كتير أتراك، حياة طبيعية يعني زي أي بلد في العالم. خليني أتمشى لغاية ما أوصل لمنطقة ساركيجي. موجود هنا في ساركيجي عند حلويات صفا، لو حد يعرف المكان ده، هنا حلويات صفا موجود صرافة بيكون السعر فيها أفضل من صرافات كتير في اسطنبول. يعني هنا الدولار ب26.6، لو تفتكروا في تقسيم كان ب26.4 يعني على ما أتذكر. فلو حد حابب يحول دولار بريت كويس أو بسعر كويس أنصحه بالصرافات هنا في ساركيجي. حاليا أنا في منطقة ساركيجي، منطقة حيوية جدا زحمة، عدد كبير من الفنادق كمان موجودة هنا، وهنا حلويات صفا صورت فيه خلال الأسبوع الماضي. صراحة مش مخطط هعمل ايه النهاردة او هروح فين، انا حبيت بس اتجول كده في شوارع اسطنبول في الاماكن السياحية واشوف هل في تغيير، هل يعني في اي مشاكل في الشوارع. الاجواء في الاماكن والمناطق السياحيه زي ما انتم شايفين يعني زحمه جدا. حاليا حابب انتقل لمنطقه من الاماكن اللي بحبها ايضا في اسطنبول الاوروبيه، منطقه اسمها باكركوي. ومن ساركيجي في محطه قطار مارماراي، يعني من وسائل المواصلات المهمه جدا وتختصر مسافات طويله في اسطنبول. استخدم قطار مارماراي واتوجه الى باكركوي. على فكرة سعر كارت المواصلات حاليا في اسطنبول بقى ب70 ليرة. تكلفة المواصلة الواحدة او الرحلة الواحدة بتبدأ من 15 ليرة تركية. خلينا اشوف معايا رصيد ولا لا. تكلفة استخدام مارماراي بتكون اعلى شوية من باقي المواصلات في اسطنبول. وحاليا هستخدم القطار او خط مرمراي المتجه الى محطة هالكالي. انا موجود هنا في ساركيجي، هنزل في محطة باكركوي. وحاليا وصلت لمنطقة باكركوي، يمكن صورت فيها فيديوهات قبل كده، من المناطق اللي بحب ازورها والاسعار فيها كمان تعتبر جيدة جدا. Thank you.
لما تستخدم خط قطار مرمرة بيكون في اجهزة كده بحيث تاخد باقي او بيبقى بيرجع لك جزء من المبلغ يعني اللي اتخصم في البداية. انا حاليا شارع رئيسي هنا في منطقة باكر كوي زي ما شايفين. النهاردة بصور الفيديو ده في الويك اند يوم سبت، في زحمة كتير جدا. الشارع الرئيسي الموجود هنا في باكر كو يعني دايما بيكون زحمة، في عدد كبير من المطاعم المحلات، وزي ما قلتلكوا عن الأسعار هنا ممكن تكون أفضل شوية من الأماكن السياحية. النوع ده من المطاعم بيعمل أكلات بيتي، يكون في أيضا مشويات وكده. الأسعار زي ما انتم شايفين يعني، خلينا مثلا نشوف وجبة اسكندر ب 250 ليرة يعني أقل من 10 دولار. في وجبات ب 120، ساندويتش الدونر الشاورما، الساندويتش مع الأيران والتطل اللي هو الحلو ب 160 ليرة. فالنوع ده من الأماكن من حيث الأسعار يعني بيكون أقل وأفضل مقارنة بتقسيم سلطان احمد ساركجي، الاماكن اللي هي السياحيه. ايضا المحلات الموجوده هنا للملابس، للشنط، للاحذيه، الحاجات دي كلها بتكون الاسعار فيها افضل. حتى زي ما انا شايف في تخفيضات اندرم في اغلب المحلات. في النوع ده من الأماكن يعني الأعداد السياح بتكون أقل شوية أو أقل بكتير، يعني عدد كبير من السياح ما يعرفش الأماكن اللي تعتبر أماكن مناطق سكنية عادية. باكر كوي من المناطق المعروفة داخل اسطنبول إن الأسعار فيها بتكون يعني جيدة جدا، فأغلب الناس اللي عايشة في اسطنبول يعني بيزوروا باكر كوي بغرض التسوق. وهتلاقوا هنا كل شيء ممكن تحتاجوه، شنط، أحذية، أي حاجة كمان ليها علاقة بالأدوات المنزلية وكده بتكون موجودة. زي ما قلتلكوا أصور الفيديو ده في يوم سبت الويك إند هنا في تركيا أو العطلة الأسبوعية. الشوارع نوعا ما بتكون يعني مزدحمة. ما شاء الله ناس كتير جدا في الشوارع، كله بيشتري لان الاسعار زي ما انتم شايفين يعني 75 ليرة، في حاجات ب 50 ليرة. وهنا هتكون نهاية فيديو النهاردة، انا حاولت كده تعيشوا معايا الاجواء الحالية في شوارع اسطنبول. زي ما قلت لكم يعني انا قناعاتي الشخصية طالما انت شخص مسالم تحترم الجميع، الجميع مجبر انه يحترمك. اتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم، لو اي حد عنده اسئلة او استفسارات ممكن تسيبها في التعليقات تحت الفيديو. في النهاية شكرا جزيلا على المشاهدة.